النهاردة موضوع علمي مهم جدا بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي، وهو إيه علاقة الأحياء بالفيزياء. تابعوني، أنا شهير طلعت ودي يوميات طبيب نفسي. أهلا وسهلا بحضراتكم. بصراحة أنا سألت في الموضوع ده أكتر من مرة، وبعدت على أكتر من منتدى علمي بسأل في السؤال ده، بس للأسف أنا ما تلقيتش إجابة وافية، فقلت أعمل فيديو أسأل حضراتكم يمكن تساعدوني في الإجابة. هبدأ الموضوع بتاعي بمقدمة بسيطة جدا، وهو في القرن 19 ظهر عالم فرنساوي شهير جدا اللي هو لوي باستور، اللي مشهور وسطينا بالبسطرة اللي اتعملت. بس لو احنا كنا بنحضر دروس العلوم في اولى اعدادي كنا هنعرف ان لوي باستور ليه اسهام علمي كبير جدا في مجال الاحياء، وهو انه قضى على نظرية علمية كانت موجودة منذ الاف السنين من ايام ارسطو او من قبله كمان، وهي نظرية التوالد التلقائي الـ spontaneous generation. النظرية دي ببساطة خالص بتقول على ان الكائنات الحية ممكن انها تنتج من كائنات غير حية، تطلع الكائنات ممكن يعني ممكن نحصل على كائنات حية من الحجارة، من مية، من اللبن، من الرملة، من الطين، من السحب، من الجو، من الهواء، اي مكان الكائن الغير الحي ده احنا ممكن نحصل على كائنات حية. وكانوا ده كان التفسير اللي كان موجود وقتها، لما كنا بنسيب مثلا حتة قطعة لحم مثلا كده في الجو شوية بنلاقي شوية ديدان وحشرات جم عليها. جم من فين؟ كان التفسير ان هما طلعوا من الكائن الغير الحي اللي هي قطعة اللحمة دي، طلع منها الديدان والحشرات دي. وقيسوا على ذلك حاجات كتيرة جدا، والنظرية كانت بتقول ان الكائن غير الحي ممكن ياخد ايام وشهور على ما ينتج كائن حي، يعني ممكن في اي دقائق قليلة يطلع لنا ديدان، وممكن ياخد ايام على ما يطلع لنا فئران مثلا. يعني كان في بعض التفسيرات بتقول ايه سبب وجود الفئران في العالم، انها بتنتج من طمي النيل. جه لوي باستور بالتجربة العلمية الشهيرة بتاعته اللي هو جاب دورق فلاسكا، وهتشوفوا الصورة بتاعتها دلوقتي، وكان معمولة بهدف انها ما تسقطش فيها اي جراثيم من الجو، لكن في نفس الوقت تسمح بمرور الهواء. فبعد ما غلى الشوربه اللي كانت موجوده، المرقه اللي كانت موجوده، لاحظوا ان هي ما عفنتش ولا حصل لهاش اي حاجه، ولا تكونت فيها ديدان ولا فطريات ولا اي شيء. فهنا بدات الفكره تتهز في ذهن العامه، وبدات الفكره تتغير ان ما ينفعش ان احنا نحصل على كائن حي من كائن غير حي. يعني الدود بتاع المش ده مش جاي من المش، لا يا فندم، ده مش كائن طبيعي طلع من ضمن المكونات الطبيعية بتاعة المش، لا، ده لأن اللي كان بيعمل المش أو اللي بيخلي باله من اللبن ما كانش بيتبع المعايير الصحية السليمة. وبالفعل اكتشف لوي باستير الكائنات الدقيقة، واكتشفنا إن كل شيء من كل كائن حي بيصدر من كائن حي آخر، إذا ما كانش من نفس النوع ومن نفس الجنس السبيشيز بتاعته. يدوبك ما فيش كام سنة تانيين، ما فيش يعني سنين قليلة جدا، وبيظهر عالم تاني إنجليزي مشهور جدا في التاريخ اللي هو داروين. بس الإنجاز بتاع داروين كان إن هو أثبت فكرة كانت موجودة منذ آلاف السنين، جاب عليها أدلة وأثبت نظرية التطور على إن الكائنات الحية ليها أصل مشترك. نظرية التطور اللي قالها داروين ما وقفتش عند الكلام بتاع داروين، لأن كل يوم الناس بتضيف على الكلام اللي قاله داروين، وبتضيف على بعضها البعض، وبتعدل في الكلام اللي هي بتقوله. وهحط لحضراتكم رابط لفيديو اللي بعمله الدكتور محمد الناظر
بيشرح فيه معنى كلمة نظرية وعلاقتها بكلمة بنظرية التطور. فلوي باستير أثبت إن ما ينفعش إن احنا نحصل على كائن حي من كائن غير حي. داروين أثبت على إن الكائنات الحية ليها أصل مشترك. لو احنا رجعنا لورا في العصور السحيقة ممكن نلاقي أصول مشتركة لكل الكائنات الحية. فضلت نظرية التطور بتتطور وبتتعدل وبيضاف عليها وبيتحذف لغاية لما فضلنا نرجع وقلنا كده إن كل الكائنات الحية، كل اللي حضراتكم شايفينه، كل المليارات من البشر ومن الكائنات الحية ومن الجراثيم ومن كل شيء إحنا شايفينه كان منشأه ومنبعه خلية واحدة فقط هي اللي طلعت كل الكائنات الحية دي على مدار ملايين السنين أو بلايين السنين. العلم بيتقدم والتكنولوجيا بتتقدم والوسائل اللي في ايدينا بتتقدم وبنكتشف مفهوم الخلية وبنكتشف تركيب الخلية وبنشوف السيتوبلازم والاندوبلازم وبنشوف الجدار الخلية بنشوف كل حاجة في الخلية وبنشوف كل حاجة في الكائن الحي. وزي ما الانجاز الطبي والحيوي في مجال الاحياء بيتقدم كان في نفس الوقت الفيزياء كمان بتتقدم. وبنوصل للنصف الثاني من القرن العشرين وبيطلع عالم من أكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين اللي هو ريتشارد فاينمان. ريتشارد فاينمان حصل على جائزة نوبل سنة 1965. بيعتبره ريتشارد فاينمان من أحسن الناس اللي شرحت فيزياء في العالم، يعني من أحسن الناس اللي ممكن تسمع لها محاضرات فيزياء. ريتشارد فاينمان ليه محاضرة منشورة على النت بيشرح فيها كده. الصحفي بيسأله ايه اهم معلومة عايز توصلها للأجيال الجاية، فبيقول كده ان لو كل كتب العلوم اختفت من الدنيا، كل المعرفة الإنسانية تلاشت، كل شيء اختفى من الدنيا، علينا ان احنا نحتفظ بمعلومة واحدة ممكن على اساسها نبني تاني كل العلوم اللي احنا توصلنا لها. والمعلومة هي ان كل شيء في الكون ده متكون من ذرات او اتومز. ذرة اتوم بتاعت سنة رابعة اول. وبالفعل فضلت العلوم بتتقدم والطب بيتقدم والأحياء بتتقدم وبنكتشف إن كل شيء في الحياة بتاعتنا إحنا وكل خلية متكونة من مجموعة من الذرات مرتبطة مع بعض. كل البروتينات هي متكونة من أمينو أسيدز، والأمينو أسيدز دي متكونة من ذرات مرتبطة مع بعض. كل شيء في حياتنا متكون من ذرات متربطة مع بعضها بشكل معين، وأصبح الإنسان ما هو إلا معمل كيميائي ضخم فيه كل العناصر اللي موجودة في الطبيعة، بما فيها طبعا المجال الطب النفسي. يعني جزء كبير جدا من أبحاث العلوم وأبحاث الأعصاب قائم على العناصر اللي شغالة في المخ، اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. ودلوقتي في الطب النفسي في عنصر الليثيوم، عنصر مهم جدا بتاع بطاريات الموبايل، هو عنصر مهم جدا في الطب النفسي. فكل شيء اصبح مكون من ذرات، والذرات هي اللي كونت اول خلية نشأت للكون، واول خلية فضلت تتطور لغاية لما طلعت منها كل الكائنات الحية اللي احنا شايفينها دلوقتي. وهنا بقى بيجي السؤال اللي انا متضايق او عايز يعني افكر في اجابة او نلاقي له اجابة، وهو ايه تعريف الكائن الحي؟ السؤال ده كان اول سؤال اتسأل لنا في اول محاضرة في محاضرات الهيستولوجي في اولى طب. مش مهم الاجابة الطبية ايه، لكن اذا كان لوي باستير اثبت على كده على مستوى ماكرو، يعني على مستوى كبير، ان الكائنات الحية ما ينفعش انها تطلع من كائنات غير حية، لكن
علماء البيولوجيا الجزيئيه والمايكروبيولوجي وعلماء اللي فحصوا بالميكروسكوبات العملاقه والالكترون مايكروسكوب انها توصل لتركيب الخليه وتركيب الجينات بتاعتنا، حتى الجينات بتاعتنا ما هي الا ترتيب كربوني معين مرتبطين مع بعض. الدي ان ايه اساسا دي اوكسي ريبو نيوكليك اسيد، دي ان ايه يعني كل كلمة فيها دي أوكسي ريبو نيوكليك أسيد، يعني مكونة من ذرات. فالسؤال دلوقتي إيه تعريف الكائن الحي؟ إمتى الذرة الأتوم دي أصبحت ليها حياة؟ إمتى أصبحت الأتوم دي ليها روح؟ إذا كان في روح. فهل العلوم بوضعها الحالي، هل الفيزياء بوضعها الحالي، هل علم الأحياء بوضعه الحالي يقدر يفسر لنا إمتى اكتسبنا الحياة؟ يعني إذا كانت الخلية الأولى ولغاية دلوقتي احنا كلنا يعني كل الجسم البشري ده متكون من مجموعة من الذرات، وهم قالوا كده لو انت شلت الفراغ اللي جوه الذرة، اللي جوه الذرة مكونة من فراغ كبير جدا، لو انت شلت الفراغ بتاعها ممكن تحط الانسان ده كله ده بالمجموعة الذرات بتاعته في مكعب سكر صغير. مش مهم القصة دي دلوقتي، القصة دلوقتي ان مجموعة من الذرات اجتمعوا مع بعض وعملوا لنا خلية. الخلية الاولى دي في واقع الامر هي مجموعة من الذرات متشابكة في نظام معين. امتى مجموعة الذرات دي المتشابكة في نظام معين اصبح ليها روح، أصبح ليها حياة، أصبح ليها مشاعر، أصبح ليها فكر، أصبحت تقرر إنها عايزة تعمل جينات، أصبحت عايزة تتكاثر؟ فهو ده السؤال بتاعي. للأمانة أنا سألته في أكتر من منتدى علمي وبعته في مواقع علمية، بس باخد إجابات نمطية، إجابات تقليدية. خلاص بيعرفوا اني دكتور امراض نفسية فبيحاول يشرحوها لي من وجهة نظر الطب النفسي ونظام المشاعر اللي بتحصل في المخ، بس مش هو ده السؤال بتاعي، مش هو دي الاجابة اللي انا عايز اسمعها. الاجابة السؤال بتاعي متى اكتسبت الذرة الحياة؟ متى اكتسبت الاتوم الحياة؟ هو ده السؤال بتاعي. فما تنسوش ان حضراتكم تساعدوني في الاجابة، لو في حد شايف ان السؤال بتاعي خاطئ يصلح لي السؤال بتاعي. لو حضراتكم عندكم تعريف لمفهوم من هو الكائن الحي وازاي نميزه من الكائن غير الحي بما ان كلهم متكونين من ذرات، يبقى ما فيش فرق بين الكائن الحي والكائن غير الحي، وبالفعل الكائن الحي بيصدر من كائن غير حي، الفرق بس هل الحجر بيشعر والإنسان بيشعر ولا إمتى اكتسب الإنسان هذه المشاعر. الفيزياء وعلماء الفيزياء الفلكية لما بيحاولوا يكرموا الإنسان يقولوا له أنت نتاج ستار داست أو غبار النجوم اللي تكون من 14 مليار سنة، كأنه نوع من أنواع التكريم إنك متكون من غبار النجوم أو تراب النجوم، بمعنى إن كل الذرات اللي موجودة فينا هي مختلطة بكل الذرات اللي موجودة في الكون كله. فهل كده أنا أصبحت حجر، كائن صامت، كائن يعني المشاعر بتاعتي دي مجرد يعني جت من فين المشاعر بتاعتي دي؟ متى اكتسبت الذرة المشاعر دي؟ أتمنى إن يكون عرفت أوصل لحضراتكم المعضلة اللي فيها دلوقتي، يعني أتمنى إن حضراتكم تساعدوني في إن احنا ندور على إجابة للسؤال ده. شكرا ليكم وسلام.